التسقيف اللي عندك ده؟ ده السوكسيه بس انا مكمل. ده يوحشنا. طب بقول لك ايه، اصل احنا المخرج يعني كان قايل لنا ان هنا في حائط رابع. ما انا كسرته. كسرت ايه، الحائط الرابع؟ لا المخرج. اصلا هنفضل نرغي وسايباني شايل البتاع ده عشان ظهري؟ ما تشيل عني يا وليه. كتر الملغية يا اخويا. قول لي بس الاول، في حد تحت سالك عن حاجه؟ الواد شوش صاب القهواجي، قال لي مراتك جايبه الموبيليا دي منين؟ قلت له انت مال امك. حلو. قال لي هات اللي عليك، قلت له من دمياط. بقول لك ايه يا عربي؟ إيه؟ ما تخلي لنا حاجه دلوقتي؟ والنبي لا تخلي لنا، واحنا فاضيين. والنبي يا عربي لا تخلي لنا. لمنتي وقت حته. حاضر. اركب الحنطور ترارتتك واتحنطر لا 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 لا. اركب الحنطور ترجع واتحنطر. انت ليه؟ ايه؟ انا ما عنديش ستات تتحنطر. وخش حنطر لنا الغدا. حاضر يا شعرك. يلا بسرعة يا سعاد والنبي عشان انا على لحم بطني من الصبح. مش فايدة، ده انا حتى قلت لك ابو مصطفى البي، هنعمل ايه؟ يا نهار اسود، يعني انا فعلا ودني ما بسمعش؟ لا بتسمع. بس ما تسمعش لا اغاني ولا موسيقى، مش موسيقية. طب وانت ليه سايب اخوك كده يا عرب؟ اعمل لك ايه؟ انا جبت لك عمرو مصطفى البيت، يعني هنفضل نرغي كتير قوي. البراويز. اجيب لك البراويز؟ عينيا يا معلمي. يلا عشان نعلق البراويز. عينيا يا معلمي. يلا بينا. اتفضل يا معلمي. بسم الله اهو. مين ده يا عرب؟ ده جدي. جدك؟ مين يعني؟ الأسطى حلمي حلاق الأمرا. حريمات عايزة أشوف بنات. رجالة عايزة مكتوبات. لأن الدور يا سعاد خلينا نخلص الجوازات. خد ولع وشد نفسين. أوبا حشيشات. تبقى غدا النت. شد من المناخيرات. بقول لك ست زبيدة يا بنت. ستك زبيدة؟ حرام عليك يا أخي. ستك زبيدة دي كانت صاحبة أشهر نصبة شاي على الطريق الزراعي. حرام عليك. دي ستك يا شيخ استرها عليها. شكلها شمال على ها؟ يا شكلها شمال جدا الصراحة. طب هات كده الرواق. أنا عندي فكرة. قول. تيجي نلبسها برقع؟ نلبسها برقع. ماشي. بس المفروض مش إحنا اللي نقول بصراحة، المفروض الأسطى حلمي جوزها وهو اللي يشكمها. أيوة صح. بس ماشي. ماشي حلو. حط لها بقى سلسلة في رقبتها. وأدي سلسلة. وتاج كده على راسها. وأدي تاج. أنت متحمس أكتر مني. يا جدع ما يميوت اخويا. طيب بقول لك خليني اقفل انا رد الفعل الاولاني وانت جامد في الاخر. اسمك ايه يا حلوه؟ اسمك ايه؟ فخوره بخدودي. ايه؟ عادي فخوره بخدودي. الحمد لله اللي جت على قد خدودي. انا حاسس كده ان انا بقيت سعيد باشا زبنوت. اسمه سعد باشا زغلول. هو مكتوب في البطاقة سعيد وكانوا بيقولوا له سعد وما تضايقنيش لأني عصبي وتركي. تركي. ربنا يخليك لنا يا أمين. حبيبتي. يا أختي عليا وعلى حلاوتي وعلى جمالي. أنا عايزة أصور وأنزل الصورة على الفيس. إيه؟ وأم أصلا الزبالة. إيه؟ إلحق مراتك بتسف يا عربي. هنجيب قلم ونعملها كده. مراتك انت تصرف. دلوقتي تصرف. انا بقول لك يا عرب. هو انت مش بتقول ان احنا اصلنا تركي؟ تركي. طب وانت ازاي سايبها تهزقك بالمنظر ده؟ سخنني يا تعالى كده عشان اعرف اسخنك. بقول لك ايه؟ ايه؟ في راجل تركي اصيل يرضى ان مراتي تمرمط كرامتي التركي الارض. اكتر. لا معلش المزيكا ثواني، بعد اذن حضرتك المزيكا اشكرك. نخدمك في الافراح. حضرتك دي مراتي انا، انت اتعصبت ليه كده؟ انت اخويا. ايوه طب خلينا ناخد الرد الفعل الاولاني وانت جامد.